شكرا سيد رئيس. الحقيقة هذا التنقيح النظام الداخلي جاء في وقته، جاء بعد أكثر يعني من عام من انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي، وهذا بمثابة يعني تقييم ذاتي، معناه ويدخل احنا قاعدين نعمل بما قولت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الحقيقة احنا تحسبنا برشا في الإعلام، تحسبنا على الغيابات، على الانضباط، على الاحترام، وإن شاء الله معناها التعديل هذايا يساهم في فرض الاحترام وفي أكثر انضباط. الانضباط راه ماهوش حاجة معناها سلبية، بالعكس هي حاجة إيجابية، وفي كل برلمانات نعانم هناك آليات لفرض الاحترام والانضباط. أنا باش نحاول نركز معناها مداخلتي حول هيئة التنسيق والصياغة وما أثير يعني من معناها زملاء حول معناها هيئة التنسيق والصياغة ودور اللجان التأسيسية. أنا أقول إنه كل مرحلة يعني من مراحل صياغة الدستور وكل حلقة من حلقات صياغة الدستور لابد أن يكون يعني لهيئة أو مؤسسة معينة دور في هذه الحلقة. في الحلقة الأولى وفي المرحلة الأولى كان الدور الأساسي للجان التأسيسية. في مرحلة سابقة وبعد أن أنهت مرحلة لاحقة وبعد أن أنهت اللجان التأسيسية أعمالها، لابد أنه يكون لهيئة التنسيق والصياغة دور في صياغة الدستور. وهنا يقول راهو هيئة التنسيق والصياغة معناها فيها سي عمر الشتوي وسي جمال الطوير وسي فاضل موسى وسي إياد الدهماني وسي فيصل الجدلاوي وسي ربيع المرايدي، ويرأسها سي موسى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وهذوما الكل ما همش من حركة النهضة، ما ينتميوش لحركة النهضة. فكي يكون فما رأي هيئة التنسيق والصياغة ماهوش رأي هيئة معناها حركة النهضة، ولكن رأي كل معناها إذا كان نقولوا راهو رأي حركة النهضة معناها حقرنا من شأن، وكأنه بقية الأعضاء اللي أنا تو كنت نذكر فيهم ما عندهمش معناها حتى يعني تأثير، وما عندهمش حتى موقف في هذه الهيئة. مسألة أخرى فيما يتعلق باللجان التأسيسية، إذا كان باش نخليوها تشتغل إلى ما لا نهاية، نعم سأنهي بهذه الملاحظة، راهو ماناش باش ننهيو، احنا نطرحوا سؤال على أنفسنا، يندرى احنا نحبوا نكملوا ونحبوا نسيغوا الدستور في سنة 2013 ولا نحبوا نقعدوا ل 2014 و2015 والله أعلم. كان نحبوا نقعدوا إلى ما بعد ذلك نخليوا اللجان التأسيسية، لأنه لجنة كما لجنة السلطتين لحد الآن ما أنهيتش أشغالها، وكان نخليوها معناها تنعقد راي باش تقعد، نعم باش تقعد إلى ما لا نهاية. وإحنا اضطرينا باش نعملوا الحوار الوطني، ومعناها كثير من الملاحظات اللي جاتنا في الحوار الوطني كيفاش إلى حد الآن هناك عديد من المقترحات فيما يتعلق وخاصة بلجنة السلطتين، وهذا مش معقول وما يساهمش. نعم سيد رئيس، رجاء لأنك تجاوزت الوقت بكثير. معناه هذا ما يساهمش على أنه نوضحوا الأفق السياسي وطبيعة هذه المرحلة في أنه نعطيه رسالة إلى أبناء شعبنا، معناها لأحنا ماضين نحو صياغة الدستور. وشكرا سيد رئيس.